الأماكن دليل على إن الناس دي كانت موجودة في حوزة الدولة. اللي قال أحمد كده بقى إن حد يتقبض عليه ويختفي شوية أيام وبعدين يظهر قدام النيابة يتكتب له مرة أو مرتين أو ثلاثة، ثم استثناء يغلى سبيله. يغلى سبيله يعني يغلى سبيله من المكان اللي هو محتجز فيه، يعني يطلع على الاسم اللي هو تبعه ويخرج من هناك يرجع لأهله وحبايبه. الطالب عبد الرحمن فاروق خطف، ثم ظهر في النيابة، ثم أخذ إخلاء سبيل، ثم ظهر في اسم الويلي بعد إخلاء السبيل، ثم اختفى. اختفى من اسم الويلي بعد إخلاء السبيل. نادر فتوح أخذ إخلاء سبيل واختفى من المحكمة اللي رتب له إخلاء السبيل. أنس محمود سيد عبد الله اختفى من شرطة كرداسة وقسم شرطة كرداسة أيضا بعد ما أخلي سبيله. وائل محمد حجازي حسين اختفى من قسم المقطم ايضا بعد ان حصل على اخلاء سبيل. اسلام عبد الحميد احمد فتحي اختفى من قسم النزهه بعد ان حصل على اخلاء سبيل. دي قرايب، مفيش حد بيخطف وبيخفي وينزل في النيابه وبعدين يخطف تاني من تبعت النيابه بجبروت وبلطجه ملهاش سقف غير الدوله. في بلطجيه كتير في الدنيا وفي بلطجيه كتير في مصر، انما مفيش بلطجه بلا سقف قد بلطجة الدولة. عمرو ربيع لما خد سجن العزوني باسم الهرم وادعوا ان هم قبضوا عليه في مظاهرة في اليوم اللي نقلوه فيه باسم الهرم ونزلوه محكمة تاني يوم. على الورق 3 شهور دول مش موجودين في حياة عمرو ربيع. اختفت من حياة عمرو ربيع. على الورق عمرو ربيع اتقبض عليه من مظاهرة في الهرم ونزل محكمة تاني يوم على طول. عمرو ربيع كان بيتعذب تعذيب مروع في سجن العزوني. وكل المختفين قصريا لازم نتعامل ونعتبر ان هم بيتعذبوا تعذيب مروع لحد ما نوقف هذه الممارسه. طبعا لازم الناس تقدم بلاغات في النيابه ولازم تقدم بلاغات في المجلس القومي للحقوق.